احمد ومساء الخير ومشاهدينا الكرام. اولا طمنا على بعض الاخبار النهارده، انه في تحور او في فيروس جديد او في كورونا جديده، وانه في اصابات تقريبا 1000 حاله. ايه الحكايه؟ طمنا، ايه الموضوع؟ تمام. هو حضرتك بالبدايه فيروس كورونا هو نوع من فيروسات الار ان اي فيروس. بالبدايه احب ابسط، الفيروس عباره عن حمض نووي حواليه غشاء بروتين. فالغشاء البروتيني موجود جوه الحمض النووي بتاع الكورونا فيروس هو ار ان اي. ار ان اي ده عباره عن سلسله منفرده. في بقى فيروسات اللي هي فيها زي السلم اللي هو سلسله مزدوجه مربوطه ببعض اللي هي بيسميها الدي ان اي. الفرق بين الار ان اي والدي ان اي، الدي ان اي ما بيحصلوش طفرات كتيره خالص، بيبقى زي ما هو على طول. الار ان اي عشان هو سلسله وحيده سهل ان هي تتغير وتتحور. فمعروف من الار ان اي فيروس انها بتتحور. زي مثلا حضرتك فيروسات الانفلونزا والبرد اللي بتجيلنا كل سنه تتحور كل سنه وبنضطر ناخد لقاح ليها مختلف وهكذا. ولكن التحور في فيروس كورونا ده حصل مع الاخص في بدايه بعد الموجه الاولى في شهر مثلا 6 كده، حصل تحورين. تحور خلت الفيروس ينتشر بصورة أكبر اللي هو ظهرت عليه الموجة الثانية، وتحور ثاني خلت الفيروس أقل حدة، يعني اللي يصاب الفيروس يجيله نوع من المرض أقل حدة. ما بيصابش الناس اللي هم الكبار على الأخص، يصيب كل الناس منهم الكبار. ده التحورين اللي حصلوا. التحور الثالث حضرتك بقى اللي هو موجود دلوقتي في بريطانيا، لو أعلن عنه مستر هانكوك اللي هو امبارح إن في فعلا تحور، بس التحور لحسن الحظ ده تحور بسيط في الفيروس، ما يأثرش على الأجزاء الكبيرة اللي هي عاملين عليها اللقاحات أو معظم اللقاحات استهدفتها، اللي هو الغشاء اللي هو الغشاء البروتوني وخاصة السبايك بروتين، ما بيأثرش عليه خالص. ممكن إن يكون يخلي الفيروس أكثر انتشارا وليس أكثر حدة. فحضرتك اطمئن، يعني ما في، هو حصل قبل كده تحورين. احب برضه اقول حاجه، ان حضرتك لو تتذكر في سنه 2004 كان في سارس كوف 1 اللي هو السارس الاولاني. السارس الاولاني ده تحور جامد وانتهى. يعني ممكن الفيروس يتحور جامد وينهي نفسه بنفسه، ده معهوده في الفيروسات اللي هي الار ان اي فيروس. ولكن كورونا فيروس للاسف مستمر معانا حتى الان. هو تحور كذا مره، المره الاخيره كانت في بريطانيا، ادت الى انتشار الحالات طبعا. وفي من بكره هنخش في حاجه اسمها تير 2 اللي هي المطاعم والبابس وكده تتقفل، وهنقعد مثلا بس المدارس والجامعات والمحلات ما عدا طبعا التصوف هيكون ايه مفتوحه يعني. لا، اعتبر من بكره خلاص في اغلاق للمطاعم والاجراء الثاني او المرحله الثانيه. المرحلة الثالثة، احنا الان في المرحلة الثانية. ده اجزاء مش في كل بريطانيا، ده اجزاء في لندن واسكس المكان اللي انا عايش فيه، اللي هو يعني يعتبر يخش من المرحلة الثانية للمرحلة الثالثة، ان هو زي انغلاق بس منفتح شوية. وممكن في اعياد الكريسماس يفتحوه، لان يعني بيناقشوا الان ازاي اعياد الميلاد الجاية اللي هي في اخر ديسمبر اخر الشهر دوت، بحيث ممكن ثلاث عائلات تتقابل في البيت، لان في الاغلاق المرحله الثانيه والثالثه ما فيش حد بيزور حد. يعني طبعا المطاعم والزيارات ممنوعه. فدي هي المرحله الثانيه، بس كل الثالثه عفوا. بس كل حاجه ثانيه شغال. دكتور ضياء، السلاله الجديده دي اقدر اقول نقدر نقول عليها سلاله جديده؟ هي لا، هي تحور بسيط خلت يعني خلت نوع جديد من الفيروس، بس السلاله يعني لسه ما انتشرتش او ممكن يحتاجوها. يعني هي طبعا يعني في نوع لحد الان في حوالي ثلاث انواع من الفيروسات، الفيروس اللي هو الكورونا فيروس يعني. في النوع اللي هو المشهور جدا الاوروبي اللي هو راح مصر. ده اتحور الان في بريطانيا، بس التحور بتاعه يعني يعتبر تحت التحور اللي هو الثاني، يعني التحور الثالث دلوقتي. الاعراض بتاعته هي يعني نفس الاعراض؟ هو ما زودش حده المرض خالص. هو بس بيصيب كل الناس، يصيب الصغيرين زي الكبار، بس ما زودش حده المرض. الاعراض يمكن زي ما هي. انا لسه جاي من المستشفى، الحالات ممكن جيده بس خفيفه، ما فيهاش حالات نفس تدعي العنايه المركزه. عدد الموتى بيزيد في ناس الكبار اللي هم
كانوا عندهم مشاكل تانية غير الكورونا، ولكن الحالات زايدة بس مش زايدة بشيء مخيف خالص. يعني تحت السيطرة. يعني لا، يخلينا دلوقتي ان احنا واحنا بناخد دلوقتي اللقاح بناخده، وبالتالي لهذه الفيروسات سواء الاولى او الثانيه او التحور البسيط اللي بيحصل. نعم. ولا ده محتاج لقاحات اخرى جديده؟ لا لا، هو بالضبط كده زي ما حضرتك بتقول، لان اللقاحات لحسن الحظ هي مركزه على جزء بنقول عليه متحفظ من الفيروس، الكونزرف بارت اوف ذا جينوم، اللي هو في الدي ان ايه، اللي هو الحمض النووي بتاع الفيروس، في جزء متحفظ يعني هو بيكون موجود مع اي سلاله. فاللقاحات هي ركزت على هذا الجزء اللي هو السبايك بروتين. فالسبايك بروتين تركيبته ما بيتغيرش، الطفرات حتى الان ما بتغيرش. ممكن يعني ما اعتقدش كل العلماء اجتمعوا ان هو يحصل له طفره، هيكون صعب شويه. فلحسن الحظ حتى الان اللقاحات الموجودة لا تؤثر في السلالات، يعني مش هتكون ليها فعالية كويسة جدا في كل السلالات الموجودة أو التحورات اللي حصلت حتى الآن، لأنها تستهدف الغشاء اللي هو السبايك بروتين، البروتين النتوئي على خارج سطح الفيروس، ويمكن أن يحصل مناعة للجسم ضد هذا. طبعا البروتين دوت اللي هو البروتين النتوئي مهم جدا، لأنه عبارة عن مفتاح يفتح الخلايا عشان يعدي الفيروس، يعدي الخلايا. فكل اللقاحات يعني خاصة اللي هي موديرنا وفايزر واوكسفورد وروسي، ده كل اللقاحات دي كانت تستهدف اللي هو السبايك بروتين اللي هو حتى الآن موجود على أي سلالة موجودة في كورونا. ماذا بعد أسبوع من بدء اللقاحات في بريطانيا؟ إيه التأثيرات؟ إيه النتائج؟ إيه الأعراض؟ إيه الآثار الجانبية؟ نعم، هو طبعا الاثار الجانبيه حتى الان ان في اثنين جالهم شويه حساسيه زايده على اللزوم، وكانوا هم شغالين في قطاع الصحه البريطاني، هم عندهم استعدادات في مرض حساسيه، عندهم يعني شويه حساسيه في جسمهم، فاخذوا الفيروس، فحصل ان هم حصل تفاعل شويه، بس قعدوا في المستشفى يومين بالظبط وتمسكوا الشفاء وطلعوا. معظم الحالات الثانية عبارة عن وجع مكان الحقن، شوية حرارة، احتسام بالضعف شوية أول يوم أو اثنين، ولكن ما فيش أي حاجة مختلفة. لغاية دلوقتي بتتم اللي هو الجرعة الأولى، بتتم للناس اللي هم في فوق 80 سنة مستمرة، للناس اللي هي العاملين في قطاع الصحة مستمرين، لغاية شهر يعني هي في بريطانيا 4 مليون جرعة من لقاح شركة فايزر بايونتك، ومفروض يتاخدوا في عام 2020 السنة دي. السنة الجديدة هيجيلهم أكثر طبعا، 39 أو حوالي 36 مليون جرعة زيادة، وهيتم طبعا استخدامهم في الناس اللي هم على مستويات اللي عندهم الحالات الحرجة الأول والناس الباقيين بعد كده. دكتور ضياء، معلش يا استاذ حضرتك تفضل معايا، لانه معانا دكتور اشرف صبح وزير الشباب والرياضه. سياده الوزير، اولا مساء الخير، عايزين نطمن على منتخبنا للشباب اللي